أوقاتكم، أهلا بكم إلى تفاصيل حصاد الليلة. والبداية بالشأن السياسي، حيث صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور. وأوضح بيان للمجلس أنه خلال هذا الاجتماع ناقش مجلس الوزراء وصادق على مشروعي القانون المتعلق بمراجعة الدستور. وفي ذات الشأن، اختار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور طبقا للمادة 176 من الدستور الحالي. كما كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء، كلف الحكومة بالعمل بمعية البرلمان على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة، مؤكدا أن البرلمان هو صاحب السيادة في المصادقة على المشروع الذي ستنطلق بشأنه ورشة كبيرة من أجل تنفيذه. كما أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تدخله خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أن طموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر. والحديث حول الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ والخبير في القانون الدستوري أستاذ نذير زريبي. أهلا بكم أستاذ نذير. اهلا وسهلا. اهلا بكم اذا بعد مصادقه المجلس الدستوري للتعديل مشروع التمهيدي لتعديل الدستور سيتم تمريره عبر البرلمان بغرفتي. انتم يعني كخبراء في القانون الدستوري، من الناحيه القانونيه ما قراءتكم للمرحله المقبله؟ بالنسبه للمرحله المقبله، طبعا وقت ان تم عرض مشروع القانون التمهيدي للمصادقه على مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية وبناء على الدستور في حد ذاته ملزم دستوريا باختيار المجلس الدستوري طبقا للمادة 176 من الدستور لمناقشته وإبداء الرأي فيه في هذا المشروع، في هذا المقترح طبعا، الذي يجب طبعا ألا يمس يعني هذا التغيير هذا أو ألا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. هذا من جانب. كما أن المجلس الدستوري لدراسة هذا المشروع التمهيدي يعمل كذلك على طبقا للمادة 178 من الدستور التي تنص على أن أي تعديل أو لا يمكن أن يمس أي تعديل دستوري ما يلي: التشريع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحرية الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلاحة التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. إذن إضافة إلى نقطة أخرى جديدة تضمنتها المادة فيما يخص العهدات الرئاسية. نعم بالنسبة للإضافة الجديدة للنقطة الثامنة، وهي بالنسبة للعهدة الجديدة أتكلم على ما يسمى برقابة المطابقة، يعني المجلس الدستوري بعد ذلك أو بعد الدراسة وله مطلق الحرية في ذلك بناء على قواعد عمله، فإنه طبعا يصدر ما يسمى برأي. إذا أمكن للمجلس الدستوري أنه طبعا يعلل رأيه، يعني يعاود يجاوب رئيس الجمهورية يعني في مدة أقصاها 20 يوما، يعني المدة القصوى 20 يوم، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. إذن التعديل هذا طبعا سيكون طبقا للمادة 176 من الدستور. شكرا لك. شكرا بارك الله فيكم. شكرا لك أستاذ نذير زريبي. سيكون لنا ربما مداخلات أخرى إن شاء الله حول هذا المشروع إن شاء الله.